بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أعتذر على التأخير في الفيديوهات، طبعا ما سويت فيديوهات طوال هالفترة لأن انشغلت، عندي أشغال ودي ما قدرت يعني أسوي فيديوهات ولا يعني أسوي أي شيء. ف يعني مهم الفل يعني خاصة أنا أساسا أوريدي معتزل لعبة أسطورة الأسرار، فحبيت أسوي هالفيديو اتكلم فيه بخصوص اللي صار بالضبط بالنسبه للحظر، حظر اللاعبين، وطبعا في ناس انظلموا وفي مشاكل اساسا في الاداره باختصار. خلينا نتكلم اول شيء عن الناس اللي انحضرت. الناس اللي انحضروا طبعا بينهم فكوس بريفن، هاي هو الحساب اللي هو حساب داركاك، اللي هو حسابي بس اعطيته لشخص، وحسابات ثانية يعني معروفة هي. أعتقد أن هالحسابات هي حسابات نورية، يعني كلها نورية. وفي حسابات ظلامية بعد انحضرت. ما هالكلام ما يهمني، ولكن المهم في بعض اللي بقوله. أول شيء الحظر، في حظر الحسابات اللي صار حاليا في ظلم كبير وفي تحيز من قبل الإدارة، في تحيز. يعني لحد يقول لي أوه والله ما في تحيز إدارة، لا في تحيز مع أدلة. زين، أول بداية الناس اللي استغلوا الثغرة، وايد ناس مو بواحد، كل الناس استغلوا الثغرة بالنسبة للثغرات، وفي أسباب بتكلم عنها بعدين. أول شيء فكوس وذولا استغلوا الثغرة، مو مشكلة، كلهم سووا الثغرة وكلنا ندري إن إحنا أساسا كنا نسوي ثغرة، يعني هاي شيء معروف، وكل اللعبة كانت تسوي ثغرة. لأن ليش؟ لأن الإدارة كانت وقتها شنو؟ ساكتة، ما تسوي شيء، راقدة، نايمة، كل اللي تبي تقوله. طبعا هذا هو حال الحسابات اللي انحضرت. انحضرت بس شنو؟ بدون الايام، ما كتبوا الايام، وحضر نهائي باختصار، ها على كلامهم. بالنسبة للحسابات الثانية، الحسابات الثانية من بينهم اول واحد ذا ليدر والشباب ذولا. زين، السؤال اللي طرح نفسه، الحين اللي في القائمة الأولى انحضروا نهائي على كلامهم، اللي في القائمة الثانية انحضروا 3 أيام، زين شو الفرق؟ ذي مسوي ثغرة وذاك مسوي ثغرة، يعني ما يعني كأنك تروح تقولي لا يعني هذولا لا، هاي حالة ثانية وذاك وذولا حالة ثانية. فهني في تحيز من قبل الإدارة. ما أدري يعني شنو بالضبط شو المشكلة، بس في تحيز. هذولا مسوين ثغرة المفروض حضر نهائي، ليش هذول انحضروا نهاي والهني لا ما انحضروا، مع ان هذول ترى ظلامين للعلم، يعني انا هاي شيء معروف. الشيء اللي بعد اللي بتكلم عنه، اللي بتكلم عنه، اني انا كلمت الادارة في الجيميل، اعطوني رد مو مقنع. انا في البداية كلمتهم قلت لهم متى الحظر وذي، بس اعطوني رد مو مقنع. كلام فاضي، انت استغلت الثغرة وما ادري وشو، والادارة بتروح تقرر. اوكي انا انظلمت فيها، بس قلت مو مشكلة، اساسا انا معتزل مو مفتكر، بس عشان حساب دحوم اللي هو اللي انا معطيه الحساب، قلت اوكي. عاد شنو؟ عاد مثلا غيري، في شخص ثاني رسل لهم رسالة، بين الرسالة ايش كتب لهم؟ كتب لهم كلام، قال لهم والله كيت، ومن بين القائمة الأولى، يعني هذول اللي في القائمة الأولى الحظر النهائي، في ناس فتحت حساباتها، يعني هذا ما في تحيز على كلامهم، يعني خلينا نشوف إذا في تحيز ولا لا، في ناس فتحت حساباتها من القائمة، مع العلم أن الحساب برايفت ترى ما انفتح لحد الحين. زين، ايش كاتبين له؟ كاتبين ستقوم الإدارة بفك الحظر عن حسابك، ولكن سيكون هذا الإنذار الأخير، وإذا تبين إذا أنك قمت بمشاركة أو استغلال ثغرة أخرى فسيتم حذف حسابك بالكامل. على أي حق أن يحذفون حسابه؟ هاي أول شيء، ما لهم حق يحذفون الحساب، ما له شغل. الحظر أن أول شيء إذا الشخص خالف، أنت المفروض تروح تحذف منه الغرض، ما تروح انك انت تحذف حسابه. هاي اول دليل ان الادارة متخلفة، هاي رقم واحد.
رقم اثنين اذا هو استغل الثغرة انت خذ منه الثغرة قول له عطني الثغرة وبفك الحظر وخلاص واشيلك اللي انت سويته الثغرة واشيلها. بس اهني في الكلام اللي موجود هالكلام يدللك ان شنو الادارة يعني عقلها صغير يعني اللي قال هالكلام عقله صغير الصراحة مع احترامي للعقل يعني عقله صغير يعني يعني صج عقل شخص طفل يعني مياهل مع احترام الله الصراحة يعني أنا بالنسبة لي لو أنا عندي لعبة مثلا ما يعني لو واحد سوى ثغرة أروح أقول له بحضر حسابك بس قول لي طريقة الثغرة أوكي وبفتح لك الحساب بس شنو بس بشيل لك اللي أنت استغليت فيه بس أنا بشيل لك بس خاص وبخليك تلعب عادي بس مو بهالكلام هاي شرد يعني طبعا هالرد اللي هالرسالة من طرف شخص بس ما بقول بدون ذكر اسمه بس هو شخص يعني من بين هالقائمة معروف هو شخص معروف من بين هالقائمة المهم وانفتح حسابه للعلم انفتح حسابه بس ناس وناس يعني زين خلنا نتكلم عن موضوع ثاني ومهم الصراحة بالنسبة لي أهم موضوع الحين الإدارة طلعت فجأة كذي مرة واحدة قالت أنا بحضر وبحضر وما أدري وش وسوت نفسها إن هي البطلة يعني وهم خلاص قاموا يحضرون السؤال اللي طرح نفسه الإدارة قبل قالت بنحضر الناس حضروا الناس على كلامهم إن حضروا ناس وذي على سالفة نسخ الأدوات طبعا أعتقد الناس تتذكر هالرسالة الرسالة اللي كان فيها الإدارة تكلمت وحطت إيميلات وهمية طبعا خلينا نكون صريحين ترى من بين هالأسماء اللي انتو شفتوها فكوس وذول الشباب وأوفر وكنان هذول أساسا كلهم تقريبا استخدموا ثغرة النسخ وحتى ذول حتى في القائمة الأولى ترى وحتى في قائمة ثانية بعد ليحين ترى في زيادة ترى إزين ما ذكروا أساميهم ليش في قائمة ثانية بعد سووا ثغرة النسخ راحوا واشتروا أدوات يعني كلهم شاركين في الثغرة حتى لو يعني زين ليش في هالإيميلات اللي حاطينها الناس اللي سوت الثغرة ما انحضرت وهاي وإحنا كنا ندري إن هاي إيميلات وهمية أنا من بينهم ترى كنت أدري إن هاي إيميلات وهمية وكنت أدري إن الإدارة قاعدة بس تتكلم في الموضوع بس كلام فاضي زين بما أن الإدارة حطت إيميلات وهمية وقصت على الناس إن هي حضرت زين ليش يعني ليش يعني حين طلع لها راس وقامت تحضر زين انتم من البداية كنتم مهملين ما حضرتوا الناس انا حين اجدراني يعني اكيد بستغل الثغرة واحد يسوي الثغرة يسوي الثغرة قدامي واكيد انا بسوي الثغرة يعني اذا انا عرفت الثغرة بسويها بعدين بتروح تقولي ليش انت سويت الثغرة بقولك والله انا اذا انت اذا الادارة ساكتة ما تسوي شيء اكيد بسوي الثغرة غير يصير قوي يذبحني بضربة في الحرب ليش أنا ما صير قوي خلاص لازم أسوي الثغرة طبعا هاي باختصار شديد عن اللي صار يعني بخصوص الحظر طبعا أنتوا عارفين الإدارة كذي يعني فيه مال من قبل الإدارة طبعا بالنسبة خلنا نتكلم عن موضوع الأدوات اللي نزلوها طبعا أنا من زمان ما تكلمت بخصوص الأدوات والأشياء اللي حطوها طبعا في تغييرات صارت انا الصراحة ما ادري بالتغييرات ولا ادري ايش اللي صار بالضبط ولكن الواضح عندي قاموا يسوون عروض قاموا يسوون عروض لاسباب هالعروض لاسباب اول شيء شافوا ان الشحن اللي في اللعبة قام يعني الشحن عندهم قام يقل الدخل لشركة مايكروسوفت اعتقد قام يقل لأن من أول ما انحضرت الحسابات صارت يعني صار في تأخير في الناس اللي يشحنون أساسا انحضروا فالناس اللي كانوا يشحنون ما قدروا يشحنون طبعا انحضروا يعني فاضطروا قاموا شو يسوون عروض وفي ناس أساسا قامت ما تشحن خلاص لأن عرفت خدعة الإدارة باختصار يعني فقاموا يسوون لكم عروض وقاموا يحطون أغراض وقاموا يحطون وايد أشياء بالنسبة للصندوق الحظ صندوق الحظ مثل ما تشوفون الأخبار اللي أنا شفتها الجديدة الأخبار طبعا اللي هن نزلوا نجاح 7 حبات بيني وبينكم حاطين نسبة ضئيلة الصراحة وفي ناس قامت تطلع لها حجار يعني 100% ولكن بعد شنو يعني
يعني مثل ما تقول حتى لو طورت وصرت قوي في الأخير إحصائيات الوحوش. أنا تكلمت في الموضوع إحصائيات الوحوش كلها غلط وغلط. يعني حتى لو سويت اللي تسوي حتى لو صرت أقوى الأقوياء ما تقدر تسوي شيء. أنت نوب في الأخير ضد الوحوش نوب. ضرب واحدة تموت من الزعيم هاي اللي في 85 ضرب واحدة وكل مرة بتموت. حتى لو الأشياء اللي نزلوها حلوة واو بعد ما ينفع. الشيء اللي بعده في دعم اللي هو دعم حيوانات حيوان الأليف اللي هو الدعم. طبعا على الكلام الياني ان هالدواعم الحزل الوحوش بس كزينة يعني مو مثل قوة اللي هو كالان القوس وغيره وش اسمه هاي ارنب النار وارنب الارض مو مثل قوتهم. في اشياء ثانية طبعا هم ينزلوا لكم هالاشياء بس بغرض ان الناس بس تشحن شيء معروف يعني. ولكن كل شيء نسبته ضئيلة يعني على حسبه هني بتفتح دم يطلع لك رونات. المهم طبعا للأسف الشديد ما بقدر أسوي فيديوهات طبعا بوقف فيديوهات لأن أساسا أنا معتزل اللعبة خلاص اعتزال نهائي يعني. معطي حسابي لشخص قال لا أنا مو بلاعب لسببه عندي ظروف ظروف يعني ما أقدر لدرجة يعني ما أقدر حتى ألعب اللعبة. ألعب لعبة ثانية أوكي هاللعبة ما ألعبها. وزاد رسالت حق الإدارة رسالة عن سالفة الحظر. طبعا قلت لهم اذا بتحضرون الحساب نهائي ترى مو مهتم هاي شيء معروف يعني انا مو مهتم بالاساس تبي تحضرون احضروا بس انا عشان دحوم فبافتح الحساب باي طريقه ولكن مو مهتم يعني اذا ما فتحوا خلاص. فهاي طبعا نهايه الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله اذا قدرت اسوي فيديو فبسوي بس انا ما اعتقد اني بسوي فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.